نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون؟ وأنا بصراحة مش فاهم يعني سبحانه إيه اللي هو عايزنا نعقله بالظبط يعني. يعني سبحانك إحنا مش عارفين، لا والله مش عارفين إحنا يعني أنت عاوزنا نعقل إيه بالظبط في الموضوع يعني. أنت ليه بتنكسه في الخلق يعني؟ مش فاهم. فاهم يعني حضرتك ليه لما من تعمره تنكسه في الخلق يعني؟ يعني كفاية إن هو عمر وعاش كل السنين دي وصبر على الحياة اللي أنت بتقول إن أنت خلقته فيها في كبد، خلقنا الإنسان في كبد. وهذا الكبد وهذا العناء فعلا ملاحظ موجود فعلا يعني. صدقت، كتر خيرك، شكرا، انت قلت لنا ان انت خلقت دين امه في الكبد يعني، وما قلتلناش ليه بتنكسه في الخلق. انت سادي يعني ولا ايه؟ مش فاهم تنكسه في الخلق ليه يعني. ما هو يعني انا مثلا لو واحد عزيز على قلبي انت عمرته ونكسته في الخلق، انا ساعتها مش هقول لك شكرا يعني، هقول لك ليه انت مش مضطر تنكسه في الخلق يعني. تعمله راجل وقور، راجل تعب في حياته، راجل اكتسب خبرات، راجل بأصبح وخور، خبرات متراكمة وتجارب وصبر. فأنا مش فاهم تركزه ليه في الخلق برضه. تاني أقول لك أفلا يعقلون؟ ناقل إيه؟ ناقل أنت سادب يعني ولا إيه؟ مش فاهم. ما أنا برضو عايز أفهم يعني سبحانك فهمني. وكل شوية أفلا يعقلون، أفلا يعقلون. لا إحنا بنعقلون أحسن منك كده، شكلنا كده بنعقلون جامد يعني. ناقل، بس انا بقول ناقلون على وزن اون اون، وكل حاجه عندك اون 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 اون. انت يعني خلاص لما قفلت القافيه باون هتبقى كده تمام يعني، برنس انت كده سبحانك قفل ده عقفته. ومن نعمره ننكسه في الخلق قفل يعقلون. ما انا مش فاهم ناقل ايه اللي يتعقل في الموضوع يعني. مش فاهم ايه الحكمه في دين ام الموضوع. حاجه لزجه جدا، انت بليد جدا ولزج يا اخي.